السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين الحارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول. معانا العروسة الجديدة دي، جميلة جدا جدا جدا، من محلات أستاذ إبراهيم العوام، ما شاء الله بكل ألوانها، نازلة بست ألوان أحلى من بعض. عروسة جميلة جدا، ممكن نعمل بيها أفكار حلوة أوي 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 أوي. ممكن تتعمل مشروع لحلاوة المولد كمان. العروسة دي جميلة، ممكن البنات تاخدها بقى تزينها، تلبسها فستان وتعمل منها أحلى وأجمل مشاريع وكسورات حلوة قوي بجد، جميلة جدا جدا. ولسه نازلة في شارع بين الحارات عند أستاذ إبراهيم العوام، نازلة عدد المية بتاعتها حجمها حلو، المية بتاعتها ب110، حلوة جدا 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 جدا. وكل جديد ان شاء الله تابعونا في القناة بإذن الله، هتلاقوه عندنا في القناة. وكيس البالون ده برضك لسه نازل، حلو جدا 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 عند أستاذ إبراهيم العوام، ده عدد 100 ب50 جنيه، حلوة قوي 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 البالونة الطويلة دي، بس هي نازلة من غير منفاخ، حلو جدا 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 ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحسن سوقه من كل اللي هيشتغل في المشروع ده، ربنا يحسن سوقه ويكرمه ويوسع عليه رب العالمين ويكرمنا. ودعينا دعوة حلوة في الكومنت، لايك وشير واشتراك في القناة عشان نوصل حضراتكم كل جديد. شارع بين الحارات ده انزل حضرتك رمسيس، نتفرع من شارع الفجالة ان شاء الله بإذن الله.